الطلاق كلمة تمثل نهاية علاقة وبداية تحول قد يكون مؤلما، يبنى عليه مجموعة من التحولات النفسية والحياتية للطرفين وأطفالهما. أصبحت معدلات الطلاق ترتفع لتكون ظاهرة منتشرة تتفاقم في المجتمع المصري. فوفقا لإحصائيات أجراها مركز معلومات دعم اتخاذ القرار الذي يتبع مجلس الوزراء، فإن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق. فبنسبة 240 حالة طلاق يوميا، شهدت مصر آخر 50 عاما ارتفاعا وصل من 7% إلى 40%، حيث وصل عدد المطلقات خلال عام 2016 إلى 3 ملايين مطلقة. كما أن محافظة الشرقية حلت في المرتبة الأولى على مستوى الجمهورية بمعدل حالة طلاق كل ساعة. وإليكم رسم توضيحي يبين حجم ارتفاع نسب الطلاق خلال 30 عاما الأخيرة.